جنانا يا حنانا يا عيونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا انس احمد من جريد 3 بي بويز. سألك عليكم قصيده لامي، هيا بنا نبدا. يا شمسا تشرق في افقي، يا وردا في العمر شذا، يا كل الدنيا يا املي، انت الاخلاص ومعناه، فلانت عطاء من ربي، فبهذا احيا كفا، ماذا احديك من الدنيا، قلبي ام عيني، روحي انفاسي ام عمري، وكل قدير ماذا اتذكر يا امي، لا يوجد شيء للانسان، والماضي يحلو اذهان، والحاضر تبتسم الشفتان، ما زال حنانك في قلبي تعطيك كم ليلة، كم ليلة ظهرت في مرضي تبكي وحماتي، طفلي وحبيبي يا ربي، املأ بالصحة دنيا الأم، تذوب كي نحيا وتذوب ونذوق من العمر هنا، الأم بحار مع الخير والبحر تدور عطاياه. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله. هي مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود، هي المرشد إلى طريق الإيمان والهدوء النفسي، وهي المصدر الذي يحتوينا ليزرع فينا بذور الأمن والطمأنينة، هي إشراقة النور في حياتنا ونبع الحنان المتدفق، بل هي الحنان ذاته يتجسد في صورة إنسان، هي المعرفة التي تعرفنا أن السعادة الحقيقية في حب الله، وهي صمام الأمان. ويؤانس قلبي في الظلام. لا أحزن لأن أمي هنا، ولا أخاف لأن أمي هنا، أصبر لأن أمي هنا، وأبتسم دوما لأن أمي هنا، أنام بعنك لأن أمي هنا، ولا أخاف لأن أمي هنا، وانا ضيع يوم لان امي هنا، انا جميل لان امي هنا، انا اعيش لان امي ما زالت هنا،